الشيخ محمد الهيدجي، هذا عالم من علمائنا، كان في طهران، كان متوغل في العلم وعنده حاشية على المنظومة، حاشية لطيفة كنا نقرأها. هذا الرجل كان يسكن في حجرة في مدرسة، كان إلى آخر حياته كان يسكن تلك الحجرة، عالم كبير لكن حياة جدا متواضعة يعيش، وكان يدرس الكتب المختلفة بسطوح العالية، وأي كتاب أي واحد يطلب منه أي شيء حتى جامع المقدمات كان يدرسه، متواضع كان، عالم كبير يدرس جامع المقدمات هواية، ما كان عنده مانع واحد يطلب منه جامع المقدمات يدرسه، يطلب منه شرح ابن عقيل يدرسه مثلا، كان يدرس كاتبين في أحوال الأسفار وشرح المنظومة والإشارات وكذا، ومتوغل في هذا الجانب. وكان منكر للخلع واللبس، احنا عندنا شيء يسمى الخلع واللبس، الخلع يعني شنو؟ يعني واحد ثوبه عبايته يخلعها ثم يلبسها، هاي في الأشياء المادية. هل يمكن واحد يخلع روحه أيضا؟ يعني يقعد هنا ويخرج روحه من بدنه، وجهه روحه تروح إلى النجف إلى كربلاء، خلع الروح من البدن ثم تلبيس الروح على البدن، كان يقول هذا محال مو غير واقع، كان يقول محال، هذا في اصطلاحهم يسمى الموت الاختياري. عندنا موت اضطراري لكلنا احنا نموت، هذا موت اختياري، كان يقول هذا محال، وكان يستدل على ذلك. في يوم من الايام بعد صلاة العشاء قاعد في غرفته في طهران في المدرسة، شايب بدوي يدخل عليه يفتح الباب بيد عصاية، يدخل عليه يسلم عليه يخلي العصاية جانب، بعدين يقول له يا شيخ محمد انت شنو شعليك بهذه الامور؟ شي خصك بهذه الامور؟ يقول له يا امور، يقول له شعليك بقضية الخلع واللبس؟ يقول هذا رأيي، احنا نحقق وندقق ونطرح نتيجة أفكارنا، هذا رأيي وأنا أطرح رأيي. الشايب البدوي القروي يقول له أنه أنت ما تؤمن بالموت الاختياري؟ قال له لا أنا ما أؤمن. قال له ما تؤمن؟ قال له لا. الشايب استلقى على ظهره ومد رجليه باتجاه القبلة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وأسبل يديه ومدد رجليه وغمض عينه وفارقت روحه الدنيا. إجا عليه ميت مات، الموت ملا علامات، الأطباء يعرفون علامات الموت، في شرح اللمعة في كتاب الطهارة مذكورة بعض علامات الموت، هو حكيم أيضا الهيدجي، مات راح خلاص، قال إنا لله وإنا إليه راجعون ومات. هذا الحكيم الهيدجي أسقط في يده، هواية انذهل، هذا رجل مات، ايش يقول للناس؟ الحكومة شنو تسوي به؟ يقولون أخذت فد رجال غريب مثلا بقت أمواله وقتلته، أعطيته سم مثلا قتلته، ايش يسوي؟ فبقى مدة منذهل لا يعرف ما الذي يفعل. بعدين قام راح صح بقية الطلبة قال لهم هذا فد رجل اجى في غرفتي هالشكل وهالشكل ومات. طلبة اجى وباوعوا ميت مات. الطلبة انبقوا في تشويش في حيرة شنو اللي يعملون. المهم على كل حال صار القرار ان خادم المدرسة يهيئ تابوت ويجون يخلوه بالتابوت مع نص الليل يروحون يدفنوه، ما ادري شو يسوون به. وبدأوا بتهيئة المقدمات وكذا، ما أدري إيش قد مضت على القضية ساعة ساعتين أكثر، وإذا بهذا الشايب يفتح عينيه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقوم يقعد يقول له أيها الحكيم الهيدجي صدقت بالموت الاختياري؟ صدقت؟ قال نعم صدقت والله، ولكن بعد أن كدت أن تقضي علي. صدقت ولكن هواي أذيتني. قال بعد لا تحكي هاي الحكايات مسألة الموت الاختياري. ثم قال له شاهدنا في هاي الكلمة
الأشياء مو بالعلم فقط أيها الحكيم الهيدلي، الأشياء مو بالعلم فقط، مو بالدراسة فقط، مو بالفقه فقط، مو بالأصول فقط، مو بالطب فقط، مو بالخدمة فقط، وإنما يحتاج إلى عبادة منتصف الليل. هاي كلمة ذاك الشايب الذي لا نعرف من هو، يحتاج إلى عبادة منتصف الليل، علم وعبادة، مو فقط علم، مو فقط خدمة. يقولون هاي الكلمة غيرت حياة الهيدجي، غيرت حياته. من نفس تلك الليلة قسم أوقاته إلى قسمين، قسم للعلم وقسم للعبادة، بالذات عبادة الليل. وإذا واحد يقدر عبادة منتصف الليل، عبادة السحر، المهم. ووصل إلى مقامات عالية، ومن جملة أشياء أنه كان عارف بموته، بوقت موته كما ينقلون عنه، كان يعرف أنه متى يموت. أكو بعض الأفراد على أثر الرياضات الباطنية يعرف متى يموت، فلان يوم يموت. المهم في ليلة وفاته، طبعا الطلبة ما كانوا يعرفون أن الليلة ليلة وفاته، اجى قعدوا ويا الطلبة وأخذ ينصحهم ويعظهم ويتكلم وياهم ويتمازح وياهم، لأنها ليلة لقاء الله، ليلة مفرحة للمؤمن، مو ليلة حزن، ليلة فرح. ذاك الرجل في كربلاء كان يمازح صديقه، برير يمكن خضير كان يمازح صديقه. المهم كان يمازح، طلبة متعجبين شنو صار في هذا العالم الليلة، كل رايح على كتابه وعبادته، والليلة دا قاعد يعظهم يتمازح وياهم، وكاتب وصية كلش حلوة أيضا. هذا الهيدجي مطبوعة في آخر ديوان، عند ديوان وصي أصدقائه أنه لا تحزنون علي، لا تبكون علي، لا تتأثرون لموتي، أنه أنا نلت الحياة الأبدية. المهم إنني أصل إلى مقصودي. المهم وكذا وكذا، وصية حلوة عنده. ولا تسوون ضوضاء لموتي، شنو فائدة الضوضاء؟ الوالد حفظه الله كان يقول شنو أثر أنه يسوون ضوضاء وتشيع وما أدري شنو ويشقون القميص. المهم واحد آخرته تكون معمر، أما الناس احترموه وما احترموه، سووا له فاتحة ما سووا له فاتحة، إلا من جهة الخيرات مو من جهة الضوضاء، أنه دفن في مكان مهم إلا إذا كان مربوط بالله. هذا مو مهم، الوالد كان يقول المهم آخرة الإنسان تكون معمرة، حسابه مع الله يكون صحيح، ما هاي الأشياء مو مهمة. فكان يقول لا تسوون ضوضاء، هالشكل دفنوني عادي. على كل حال إلى الصبح، الصبح صلى صلاة الصبح، الطلبة لا يعرفون، ثم جاء ونام على قفاه وأسبل يديه ومدد رجليه وغمض عينيه وتشهد الشهادتين وفارقت روحه الدنيا. طلب شافوا ما طلع في موعده، اجوا فتحوا باب الغرفة شافوا ميت في تلك الليلة اللي قعد وياهم ونصحهم ووعظهم. علامة الطباطبائي رحمة الله عليه صاحب هذا التفسير، تفسير الميزان، يقول أنه كنت بالنجف واقف، فجاء المرزا علي القاضي، القاضي المعروف، الرجل الذي كانت له أشياء غريبة، يقول فوضع يده على كتفه وقال يا بني إذا أردت الدنيا فعليك بصلاة الله. إذا واحد يريد الدنيا، يريد الشهرة، يريد المال، يريد العزة الظاهرية، عليه بصلاة الله، وإن أردت الآخرة فعليك بصلاة الله. إذا واحد يريد الآخرة عليه بصلاة الله. الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه طلبة هواي، أكو طلبة الآن، أكو لعله ألوف، مئات الألوف لعله أكو من الطلبة، ولكن شوفوا كتابه، أظن هو الكتاب الثاني بعد القرآن، يعني في الدرجة الأولى القرآن الكريم في بيوتنا، في الدرجة الثانية شنو؟ مفاتيح الجنة. طالب رجل عادي متواضع، هيكل جدا متواضع، لا عنده مال، لا عنده ثروة، لا عنده عشيرة مهمة، لا عنده سلطة، قاعد في حجرة من المدرسة
شوفوا الله شلون اعطى هذه العظمه، هاي العظمه الدنيويه، ويجب ان نلاحظ العظمه الاخرويه اللي لها. هاي الدنيا مو مكان اشباع طموحاتنا، طموحاتنا ما تشبع في هذه الدنيا. الانسان عنده طموح، الله خلق في الانسان طموح، ايش ما تتقدم اكثر طموحك ما يتوقف. ما ترتوي من هذه الدنيا، واحد يريد الرأس كل ما يتقدم اكثر اكو مجال اكثر ما يرتوي، يريد المال كل ما يحصل اكثر ما يرتوي. فواحد دائما معذب، الناجح والفاشل في هاي الحياة معذب. هذا الطموح يقتله، طموح طموح قاتل، ما يتمكن واحد يتخلص منه. الآخرة مكان إشباع الطموحات. هاي العظمة مو مهمة، العظمة الظاهرية المهم، تلك العظمة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هناك المهم الله تعالى هاي العظم الظاهرية كاتبين في أحواله، كان مقيد بصلاة الليل وبالتهجد بالليل في كل الفصول الأربعة، صيف شتاء ربيع خريف حار برد، كان مقيد ساعة على الأقل قبل أذان الفجر كان يقوم ويتهجد ويعبد ويصلي صلاة الليل ويقول العاف العاف ويدعو لأربعين مؤمن. هذا كان دابا واحد طلب عادي كتابه يصير بعد القرآن الكريم. كم من نسخ المفاتيح مطبوعة؟ مئات الملايين، لعله ألوف الملايين لا نعلم. إلى متى يبقى هذا كتاب مفاتيح الجنان؟ لعله يبقى إلى ظهور الإمام الحجة صلوات الله عليه. هو مو مجتهد، كان ما ادعى الاجتهاد، ما كان مرجع تقليد، ما كان مجتهد، طلب عادي، لكن طلب مرتبط بالله. الله اطال هذه العظمة، الله اطال هذا التوفيق، وكان مقيد في حياته جدا، قبل أذان الفجر يقوم يصلي صلاة الليل. واحد يحاول أن يسوي هذا الشيء، ربع ساعة قبل أذان الفجر يقوم يصلي صلاة الليل، مو شيء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يشيل نفسه من المضجع، يقلع نفسه من المضجع. شاب ما عنده خلق، قبل النوم يصلي صلاة الليل. الوالد حفظه الله يرى أنه صلاة الليل تبدأ من أول الليل، هذا وقتها، هذا في حاشية العروة مذكور، من أول الليل يعني بعد صلاة المغرب والعشاء في نظر الوالد واحد يتمكن يصلي صلاة الليل ما في مشكلة. ما عنده خلق يصلي كل صلاة الليل، خلي يصلي ركعتي الشفع والوتر، ثلاث ركعات. ما عنده خلق خلي يصلي ركعتي الشفع. ما عنده خلق خلي يصلي ركعة الوتر. هذا بإشكال، واحد قبل النوم ركعة يصلي هذا بإشكال، يتوضأ بعد هذا اليوم اللي قضاه كله في اللعب والعبث والغيبة والتهمة والنميمة والأشياء التافهة أو الأشياء العادية المباحة، ركعة واحدة قبل الله. شلون هذا يطهر النفس حقيقة؟ شلون يصفي الباطن؟ شلون يعطي الإنسان توفيق للطاعة؟ شلون يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن الوصول إلى الله عز وجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل. التجارة صحيح، العمل صحيح، الخدمة صحيح، العلم صحيح، كله صحيح، ولكن لا يغني عن هذا البعد الرابع وهو امتطاء الليل. واحد يقول أنا أخدم الأمة بعد ما يحتاج، لا هذا غلط هذا المنطق.